كاتب حكينا موضوع بالكواليس، احنا دائما بنرجع للتاريخ تظهر الابتسامه، فخلينا نشارك هذا الموضوع اللي حكينا به مع الجمهور. والله كاتب مارا هواي امور، يعني كناني وشقيق المندب الله يرحمه شهيد، يعني بالدوري ومن عدد البطولات الخارجيه كنا نلعب بدرس واحد، الجمهور يعني الاغلبيه ما يدرون انه كنا في مباراه ننزل بدرس واحد، اي مدافع مقابلنا يعني كان يتفاجئ، يعني 45 دقيقة وتجي 45 دقيقة هو مين اللي احنا مبدلين اثنين عليه، ولهذا المدافع يلعب خطير قدامنا ينتهي. وكان وقتها فاضل باسل لعبنا ضدنا، فاضل ضدنا بدرس واحد بطولة آسيوية بطولة كأس الكؤوس العالمية السعودية، لعبنا بدرس واحد ومشيناها، وحتى في فترات يعني ضحكنا هواي على الفرق. يعني أظن أحمد زقال تفاجئ، يعني هو راوغتهم وقعد مروا عليه كان يقول شنو شو مهم بسرعه بدلته، وما يدري انه احنا بنلعب بدرس واحد. يعني كنتم تبدلون الدريسات كلها حتى يضيع هذا منه وهذا منه؟ اكيد هي الدريسات كلها، حتى لو مثلا جمهور واقف يرابط ننزع الدريسات الفريق 11 لاعب 12 لاعب نبدلهم قدامنا، هو يسحب دريسه وهذا يسحب دريسه ونلعب، فهذه صارت يعني من الطرائف القديمه اللي صارت. المباراه الوديه اللي اذكرها اعتقد 95 او 96 زراوي الجويه، هي مباراه وديه ولكن الملعب وقتها هاي اكثر من قصه قبل. صحيح كان يلعب الزهراء هو بالجويه، ففتت علي كان ويا سعد ورا محمد جاسم راوغت منذر بوقتها، فوقع عبارته من فوق كان يجيب من الشوط وشق الشوط مالتي من جانب، ولهذا كانت الضيعه من المباراه. يعني الحمد لله انه كانت طرائف هوايه، كابتن ماهر لو يسولف يراد الحلقه كامله. اي هواي يراد لها، بس انا اقول لك للتاريخ احنا تقريبا قبل سنين نلعب بدرس واحد ومحلل. هاي يعني مو مره واحده بتكررها؟ لا هواية لكل الانديه، لكل الانديه. يعني لا اقل بسعر لا عظيم. بدرس واحد وبسعر واحد عظيم. الحمد لله انه كان في يعني من الطرائف، اعتبرها في طرائف كره القدم بالعالم، احنا سواها بس احنا.